فيها دين؟ صحيح أن الناس تميل مع الأصوات الحسنة وغيرها، بس هذه عبادة ينبغي أن تصبر نفسك مع في ذلك. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يختار المسجد من أول ليلة من رمضان. شوف روحك أنت برمش روحك وين راح تصلي، مش كل ليلة هاو تلقى يلا أنا رايحين بالطنوبيل وين طاير؟ رايحين خديجة أم المؤمنين، وغدوة أنا في سبسبس، وبعد غدوة في الزاوية، ومن بعد في المقارين، ومن بعد في القصور، وين طاير هذا وين طاير؟ شد بلاصة شد بلاصة، يخير الجامع اللي تصلي فيه شهر كامل، خيره من أول ليلة، قال راح نصلي في الجهة الفلانية، خلاص. جاك الخشوع، حضر قلبك مع الإمام الفلاني، صلي معه. حيثما وجدت قلبك ووجدت التقوى تزداد عندك، صلي ثم. وكمل الشهر ثم. ما يبقاش واحد يتنقل. يجي هاو اليوم جاء ما شاء الله، غدوة راح في جامع واحد آخر حتى نلقاها معفسة كل. قال والله تقول ما صلينا، واش داك انت؟ يشد بلاصه ابن عمي، شد بلاصه واحده، صلي في جهه واحده. وهي قال العلماء لا بد من ملازمه المسجد، وخاصه اذا كان صاحبه يقرا ما شاء الله والصلاه ما شاء الله وفيها يسموه خشوع وفيها سكينه وطمانينه والى اخره، فليلزم المسجد. الا يقعد يتنقل، التنقل هذا هو اللي يذهب الخشوع. الله يبلغنا وإياكم رمضان، وعنا وإياكم على صيامه وعلى قيامه، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، وإلى بعد شهر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.